متابعين صفاء، كديرين؟ لاباس عليكم، كل شي بخير. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. المهم، الفيديو ديال اليوم أنا متأكدة غيشوفوه البنات بزاف، لأنه خاص بحويجات ديال البنات. اليوم بغيت نوريكم شي حويجات خديتهم تقديتهم من واحد السيت ديال الشينوا، ولكن ما تخافوش قبل ما تكون كورونا. هاد الحويجات هادو بغيت نوريهم لكم، وبغيت نقول لكم الاثمنه الخياليه ديالهم. الاثمنه ديالهم ما غتصدقوهاش. بقاو معايا باش نشوفوا هاد الشيء كامل. شوفوا هاد السويعات هادو، ها نتوما كتشوفوا فيهم. نوريكم هاد الحمراء هادي، وهاد الغوز كاملين من الميكات ديالهم، الماغون، كحلة، الزرقاء، الخضراء، الحمراء، والغوز. هانتوما الغوز بيبي، الحمراء جاي ما بين حمر وقرونة، فيغ كناري، هادي عجباتني حتى هي بزاف، البلو، نوار، وأخيرا هاد لا جاية ما بين الموطاغ والمارون، زوينة حتى هي واخا ما عجبتنيش بزاف. المهم، الثمن ديال هاد السويع هو 11 درهم كما قلت لكم، ولكن عرض، ماشي دائما كيكون هاد الثمن. هذا هادو كوليات، هادو مختلفين في الشكل. هادو بجوج اللي في الجناب بحال في الشكل، واحد في الخضر وواحد في الزرق، وهذا هاد الوسطاني هذا البلو مارين مختلف عليهم في الشكل. المهم نحيدوهم حتى هما من الميكات ونشوفوهم ونقول لكم الثمن ديالهم. هاد السنيسله هادي والحويلقات ديالها، هاد الكوليه هذا فيه السنيسله والحويلقات ديالها في الزرق. هانتوما، نزيد نقربها لكم شويه. هذه التعليقه بزرق مغلوق، وهادو الحويلقات ديالها نفس الشكل ونفس اللون. هادو ماشي نقرا، ولكن ما كيكحالوش، كيبقاو هكا. وهذا الثمن ديالو هو 15 درهم، كنت خديته حتى هو في عرض. الثمن ديالو 15 درهم وكيبقى هكا. هي في الخضر السنسله والتعليقه ديالها والحويلقات ديالو. هانتوما نوريكم الحلقة عن قرب. شوفوا الحشرة ديالها كي دايرة، ونشوفوا التعليقة كي دايرة، مختلفة شوية في الشكل. دابا نشوفوا التيركوا، هاد التيركوا والآخر هذا. شوفوا بعد الحجيرات ديالو كي دايرين، حويلقات والتعليقه. بالنسبه لهذا والخضر اللي قبل منه ب 17 درهم، هو غير عرض حتى هو، حتى هادو خديتهم ب 17 درهم. اما البلومارين اللي قبل منهم، نذكركم بالاثمنه، البلومارين اللي مختلف عليهم ب 15 درهم، وبالنسبه للماكن 11 درهم الوحده. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم، وخليوا لي التعليقات ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. وشكرا بزاف على المتابعه. الى اللقاء.